السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. معاكم محمد أشرف من قناة منح من كل الألوان، وإن شاء الله بإذن الله النهاردة هكلمكم عن منحة دراسية ممتازة جدا. بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي، حابب أوضح لقناتنا قناة منح من كل الألوان بتعرض فرص المنح بشكل مستمر، فياريت تتصفحوا القناة عشان تتعرفوا على أحدث المنح الدراسية. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب، بالنسبة لمنحة النهاردة، هي منحة دراسية ممتازة جدا في دولة من الدول القوية، ودولة بيدرس بيها طلاب كتير جدا من حول العالم. الدولة دي هي دولة كندا. المنحة دي هيتم الدراسة فيها في دولة كندا. بالنسبة للجهة المانحة هي وزارة الشؤون الخارجية، يعني نقدر نقول ان المنحة دي منحة حكومية مقدمة من وزارة الشؤون الخارجية في كندا. طيب، بالنسبة للمرحلة الدراسية المقبولة في المنحة دي، ركز بقى معايا في النقطة اللي انا هقولها دي. بالنسبة للمرحلة الدراسية المقبولة، مرحلة البكالوريوس ومرحلة الماجستير فقط، ويجب ان انت تكون طالب بكالوريوس او طالب ماجستير. تمام، لو انت مخلص بكالوريوس او مخلص ماجستير او دكتوراه، ما ينفعش ليك التقديم، يجب انك تكون حاليا طالب في درجة البكالوريوس او الماجستير. طب بالنسبة للفرصة دي او المنحة دي، هي عبارة عن ايه؟ المنحة دي هي عبارة انك بتروح كندا تاخد فصل دراسي كامل هناك. تمام، بمعنى مثلا انت دلوقتي طالب بكالوريوس او طالب ليسانس بتدرس في السنة الاولى، وخلصت 2 ترمات او 2 سمسترز من السنة دي، ممكن تاخد السمستر الثالث ده في كندا عادي جدا في التخصص اللي انت عايزه. تمام، اللي انت بتدرسه حاليا في جامعتك، ولما بترجع تاني للجامعة الموجودة في بلدك بتكمل دراسة عادي جدا، مفيش اي مشكلة. فدي فرصة ممتازة جدا انك بتروح بتعمل زي تبادل كده، انك تاخد ترم دراسي في كندا. تمام، طيب بالنسبة للدول المتاحة في المنحة دي، مش كل الدول متاحة، عندنا مجموعة دول قليلة فقط. من الدول العربية المتاحة هي مصر والجزائر، المغرب، تونس، والأردن، وليبيا، والسنغال. تمام كده، دي مجموعة الدول المتاحة المتحدثة باللغة العربية. في دول تانية قليلة جدا ولكن مش دول عربية، فمش كل الدول المتاحة للتقديم. لو جنسيتك من دولة من الدول دول بتقدر تقدم على المنحة. تمام كده. طيب بالنسبة لتمويل المنحة دي، عندنا تمويل ممتاز جدا. اول حاجة انت بتاخد الرسوم الدراسية كاملة بالمجان، انت مش بتدفع اي تكاليف خالص للدراسة. تمام كده، بتاخد راتب. تمام، الراتب ده زي باكج كده، الراتب ده بيكون مشمول لك فيه اتاحة السكن، تذاكر الطيران، التأمين الصحي، وجبات الطعام، كل شيء بيشمله لك الراتب ده. والراتب ده بيكون كبير جدا. تمام، لانه بيكون مشمول، بتاخده لمدة 6 شهور او الترم الدراسي اللي انت هتقعده هناك، بيدوك راتب فيما اعلى من 10,200 دولار. تمام، وبتاخد الراتب ده عشان يقدر يغطي لك كل حاجة من سكن وطعام ووجبات وحتى تذاكر الطيران من بلدك الى كندا والتأشيرة. طيب بالنسبة للتخصصات والجامعات المتاحة في المنحة دي هي ايه؟ بص يا جماعة، انا قلت ان المنحة دي مقدمة من وزارة الشؤون الخارجية، يعني دي اللي هتمول لك، دي مش جامعة، وزارة الشؤون الخارجية مش جامعة، دي الجهة اللي هتمول لك الدراسة. فالجهة دي هتمول لك الدراسة في اي جامعة انت عايزها، اي جامعة او معهد في كندا انت عايز تقدم ليه متاح انك تقدم ليه. تمام كده، والجهة المانحة هي اللي بتمول لك الدراسة داخل هذه الجامعة. وبالنسبة للتخصصات برضو، كل التخصصات متاحة، طبية، أدبية، علمية، تقدر تقدم على كل التخصصات متاحة، لأنك بتقدر تختار الجامعة اللي فيها التخصص المناسب ليك. تمام كده. طيب بالنسبة للأوراق المطلوبة في المنحة دي، أوراق بسيطة مش معقدة. مطلوب منك إن أنت تجيب ترانسكريبت أو كشف الدرجات للسنوات اللي أنت درستها في الدرجة أو المؤهل الحالي، السيرة الذاتية بتاعتك، تعمل بيرسونال ستيتمنت، خطاب تحفيزي، تحط طبعا لو عندك أي شهادات أو كورسات إضافية. وعايز أنوه على حاجة، في عندنا بعض الملاحظات، إن المنحة دي ليس بها حد أقصى العمر، سنك كبير سنك صغير بتقدر تقدم على المنحة دي. المنحة دي مش محتاجة شهادة لغة عند التقديم بشكل إلزامي. تمام، وبتقدر إنك تختار جامعات بتدرس باللغة أو جامعات بتقدم الدراسة باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، لأن زي ما أنا قلت إن المنحة دي أو الكندا يعني دراسة فيها بتكون بأحد اللغتين. كل جامعة وليها لغة للدراسة، في جامعات بيتم التدريس فيها باللغة الفرنسية وفي جامعات باللغة الإنجليزية، فتقدر تختار اللغة اللي أنت عايز تدرس بيها، مفيش مشكلة. تمام كده. طيب بالنسبة لكيفية التقديم في المنحة دي، ركز بقى معايا في النقاط اللي جاية. زي ما أنا قلت، المنحة دي من وزارة الشؤون الخارجية، فدلوقتي عشان تقدم للمنحة دي لازم الأول، أول خطوة إنك تشوف إيه الجامعة اللي أنت ناوي تقدم عليها، وتحاول تشوف جامعة تكون شروطها سهلة مش معقدة،
عشان انك تقدم عليها وتاخد منها القبول. يبقى انت الاول لازم تقدم على احد الجامعات اللي فيها التخصص بتاعك، تقدر تختار اي جامعه، وحاول تختار جامعه تكون سهله وشروطها مش معقده وتكون ما بتحتاجش شهاده لغه، تمام؟ طيب اخترت الجامعه وقدمت على الجامعه، لما يطلع لك خطاب القبول في الجامعه، تمام، بتعمل ايه الجامعه؟ الجامعه لما انت بيطلع لك خطاب القبول بتروح تتواصل مع وزاره الشؤون الخارجيه، وفي ابلكيشن عاملاه وزاره الشؤون الخارجيه للجامعات عشان لما انت تتقبل او اي طالب يتقبل عندهم مهتم بمنحه وزاره الشؤون الخارجيه، الجامعه تملى الابلكيشن ده وتبلغهم ان الطالب ده احنا قبلناه في الجامعه خلاص، وانتوا عليكم انكم تمولوا له الدراسه في الجامعه عندنا، تمام كده؟ طيب في ازاي الجامعه اللي انت هتقدم لها هتعرف ان انت بتقدم على اساس منحه وزاره الشؤون الخارجيه او منحه الشؤون الخارجيه؟ هتعرف ازاي؟ جوه الابلكيشن بتاع اي جامعه بتلاقي حاجه اسمها السبونسرشيب، اللي هو الجهه اللي انت هتمولك او كده، بتقدر تكتب اسم الجامعه، تمام، اللي هي جلوبال افيرز، تمام، ده اسم تقدر تكتب اسم المنحه اللي هو جلوبال افيرز داخل ابلكيشن الجامعه، وبكده الجامعه بتعرف انك لما بتقدم على الجامعه دي انك عايز كمان تمويل من المنحه دي، وبيروحوا هم يتواصلوا معاهم لما بتتقبل وبيمولوا لك الدراسه، تمام كده. شرحت لكم ملخص ازاي بيتم التقديم. بالنسبه لاخر ميعاد للتقديم في المنحه دي، هو طبعا اخر ميعاد مفتوح، ولكن لو انت تقدر انك تقدم في الجامعه قبل الجامعه اللي انت مختارها، لو تقدر تقدم فيها قبل 30 مارس 2021 يكون كويس، لان الجامعات كل جامعه وليها ديدلاين، ولكن يفضل انك تخلص كل الاجراءات بتاعتك قبل 30 مارس عشان ده الديدلاين اللي هو بشكل عام، ولكن مفيش مشكله حتى لو بعد كده عادي جدا، بس الافضل قبل 30 مارس 2021، تمام؟ طيب كمان ما تنسوش لقناتنا، قناه منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافيه زي اللي احنا بنوفر منح مضمونه القبول في دوله الصين، خدمه التقديم على اي فرصه ومنحه انت عايزها، خدمه تجهيز الاوراق وخدمه الكورسات، ولو عايز اي خدمه من الخدمات دي تلاقي روابط استمارات كل الخدمات في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب دلوقتي في تحت الفيديو ايضا هتلاقوا ان في الاعلان الرسمي للمنحه اللي فيه كافه التفاصيل اللي انا قلتها، تقدروا برضو تشوفوا الاعلان الرسمي وتتصفحوه وتشوفوا كافه التفاصيل. فبكده شرحنا المنحه بكل تفاصيلها، ولو عندكم اي اسئله واستفسارات اتركوها في التعليقات اسفل الفيديو، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول لكم في المنحه دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.